يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى فيها 18 الصغرى فيها 10 الجو مائل للبرودة، الإسكندرية 18 10، مطروح 18 10، بورسعيد أيضا 18 10، الإسماعيلية 19 8. أما محافظة السويس فالعظمى فيها 19 الصغرى فيها 8، العريش 18 7، طابة 17 8، شرم الشيخ 22 14، الغردقة 21 11. أما محافظة الأقصر العظمى فيها 21 الصغرى فيها 6، أسوان 21 8، الوادي الجديد 19 5، شلاتين 24 14، أما حلايب 22 12. والآن لمشاهدينا نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع.